معكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. هذه كانت أول إطلالة لبيرل بوزام في حفل زفافها، وهذه هي الإطلالة الثانية لها بفستان أبيض قصير وبسيط. والآن لنرى أجواء الحفل والرقص. أولاً هذا الفيديو لجوز دا كانسو التي تقوم بدور جولجون في مسلسل طائر الرفراف مع أفرا سراج أوغلو، يرقصان ويستمتعان بوقتهما في الحفل. وهذا الفيديو لتشوز دا كانسو وسيزين بوزاتشي وهما يستمتعان بوقتهم في حفل زفاف بيرل بوزام وإرسين إيرغي. أيضا فيديو آخر صورته تشوز دا كانسو مع ديرين بولات الذي يقوم بدور كاظوماغا. وهذه أجواء الحفل ورقص أوزنور سيرتشيلار التي تقوم بدور أسومان في مسلسل طائر الرفراف. أيضا هذا الفيديو الذي تظهر فيه أفرا سراتوغلو وبجانبها بوسي بوتشا كهرمان وصديقة أفرا نيسلا شاه، وهم يرقصون ويستمتعون بوقتهم مع بعضهم. وهذا الفيديو يغني به العريس إرسين إيرغي. وهذه فيديوهات وصور أخرى من حفل زفاف بيرل بوزام وإرسين إيرغي. الآن اخبروني ما رأيكم بإطلالة العروس بيرل، وهل أحببتم إطلالتها الأولى بالفستان الطويل أم أحببتم إطلالتها الثانية بالفستان القصير؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء بالفيديو القادم.